بمناسبة الحديث عن العالم، كان هناك زيارات ولقاءات ما بين خادم الحرمين وما بين قداستك وما بين ولي العهد السعودي وقداستك، إزاي بيتم تنمية هذا النوع من العلاقات؟ طبيعة الحياة لازم فيها نمو، ما هو لو ما فيش نمو كويس. تبقى موت، مش كده؟ الشيء الميت هو الذي لا أيوه. ينمو، لكن الشيء الحي هو اللي بينمو. الملك سلمان لما زارنا في مصر من سنوات قليلة أيوه. ونزل في أحد الفنادق، وهو اللي اعتبراته يعني الصحية، فطلب إن أنا أزوره، فرحت زرته في فندق وقعدنا قعدة لطيفة للغاية يعني، وقعد يحكي على ذكرياته في مصر مصري الهوى جدا ولا هو خالص ذكرياته في مصر، ولدرجة ذكر أسماء شوارع باسمها يعني. وكان وياه طبعا ناس كتيرة يعني من الأسرة الحاكمة هناك، وعلاقة طيبة خالص. وبعد كده كان في فرصة إن أحد الآباء الأسافة يزور السعودية، يزور السعودية. زار السعودية وتقابل ويا الأقباط هناك. وبعدين لما جه سمو ولي العهد جه مصر طلب إنه يزورنا، طبعا كانت أول مرة يجي يزورنا، فجه ورحبنا بيه، وكنت أول مرة طبعا أتقابل ويا أتعرف عليه. إنسان منفتح مثقف واعي لحركة العالم، وبيحاول ينقل بلاده لدرجة من درجات الانفتاح، الانفتاح اللازم في الحياة خالص.